أول شيء نتشرف بوجودك حبيبي. بغينا نرحب فيك اليوم في القمة. القمة يعني مثل ما تعرف أحس شيء جدا مهم للبلدة وللعالم العربي، أن كل ربعنا يمكن والناس اللي يمكن ما شفناهم في حياتنا إلا بس في تويتر. بالضبط، أو تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام. مرات شفت اليوم واحد شفته طويل، قلت له تعال السوشيال ميديا مستحيل حسيت انك طويل. هاي صديقي. شوف فاحمد خبرنا عنك، يعني اليوم ناس بيشوفون الفيديو يبون يعرفون احمد شو يسوي وليش انت مؤثر في العالم العربي. انا من احد المؤسسين الكوميونتي العربي حق الجيمنج. قبل 6 إلى 7 سنوات ما كان في احد يوتيوبر يسوي بقاطع فيديو باللغه العربيه عن الالعاب. صح. فكنت أطالع كل مقاطع أجنبية أقول ليش إحنا ما نسوي هاي الشيء. فمن فكرة ليش ما نسوي هاي الشيء، ليش ما أنا أسوي هاي الشيء، فقررت إن أشتري القطعة، أشتري كمبيوتر، أجهز كل شيء وأبدأ أسوي. في البداية كنت أسوي المقاطع باللغتين، بالعربي وبالإنجليزي. كنت أحصل دعم أكثر على الإنجليزي، بس كنت أحصل مشاهدات. في البداية كنت أحصل 50 مشاهدة على العربي واستانس، اقول له كلمه في البيت، اكلم ربعي اقول لهم اوه شوفوا حصلت مشاهدات لا تتابعوني، كلهم الوالده اللي تتابعها كل 50 مشاهدة بس يظل. مع الوقت اتطور هاي الشيء، اشوف الكوميونتي كامل بدا يتغير. على البدايه كان عندنا يمكن 6 قنوات للالعاب، الحين عندنا فوق 10,000 قناة ترفع مقاطع عن الالعاب في الوطن العربي. ما شاء الله. وهاي الشيء غير اشياء واجد عندنا في الكوميونتي. تعربت العاب، اشتغلنا على تعريب العاب، بدينا حملات مثل حمله تعريب البلاي ستيشن. تخيل من السوشيال ميديا الشركه سمعت هاي الكلام، سمعت كلام الشركات، الاشخاص اللي قاعد تكلم الشركه تقول لهم نبيكم تعربون هاي الجهاز. صح. نبيكم تلبون متطلبات اللاعب العربي. احنا سوقنا كبير. صح. خصوصا هنا عندنا في الامارات والسعوديه السوق مليان. صح. مليان في الجيمينج. فالشركه سمعت وتعرف هاي الشيء. فانا شغلي ان اكون حلقه الوصل بين مجتمع اللاعبين العرب ويا اللاعبين ويا الشركات. ومن ناحيه الصوت قالوا لي انت تسوي فويسز، اظن اول عربي يمكن يسوي اول فويس. خليجي، اول خليجي يشتغل مع ديزني. مع ديزني شيء جميل يعني. كله من اليوتيوب. تخيل يوم من الايام كنت قاعد اسوي مقاطع وقاعد مع الشباب، قاعد اقول لهم اوكي بقلل الشخصيات واسوي شيء، فقلت لهم اوكي بحاول اسوي صوت ميكي، اهلا انا ميكي ناو. ديزني شافوا المقطع راسلوني. انت هالمقطع الحين سويته مع ربعك ولا حطيته؟ هاي مع ربعي وحطيناه على اليوتيوب وضرب. وضرب. شافوه شركه ديزني وكلموني قالوا لي اوكي نبيك تشتغل معانا. يطلع منك. يطلع منك. مع الوقت اشتغلت معهم على لعبتين، اشتغلت على تعريب ويعني ترجمة القوائم هاي الأشياء، وبعدين اشتغلت معهم على تأدية الأصوات في استوديو في دبي، استوديو في البحرين، واستوديو في باريس، واستوديو في مصر. ده فشيء جميل يعني. وكيف تحس تواجدك اليوم يعني في منبر مثل المنابر؟ اجتماع بيننا نحن كلنا. صراحة هاي مبادرة كبيرة من الشيخ محمد، الصراحة يعني يشكر عليها، لأن التقيت بناس كثار لهم علاقة بالشيء اللي أنا أسويه، خصوصا اليوتيوب أو على كل مواقع التواصل الاجتماعي. أنا كنت أدرس سوشيال ميديا في الجامعة، فهاي شيء من الأشياء اللي أنا أحبها اللي هو التواصل الاجتماعي. فالتقيت اليوم مع أشخاص واجد، سوينا معهم نتوركينج، وإن شاء الله يصير وياهم كولابريشن، نتعاون معهم، ننزل مقاطع. مع اتصالات كلموني. يعني بسبب هاي القمة، بسبب هاي الشيء اللي احنا فيه اليوم، قدرت ان افتح مجال جديد حقي علشان اوصل، خلينا نقول منصة جديدة. صحيح. اخر سؤال. تفضل. السؤال هذا يعني نحن احس نواجهه وايد في العالم العربي، انه خصوصا في مجال جديد. صح. واللي الناس بيقولون غريب ولا غير، وايد يكون في انتقاد في البداية، خصوصا في البداية قبل ما انت توصل مرحلة يمكن تثبت لأهلك، تثبت لربعك أنه لا شوف في مجال، مثلا الأصوات، مثلا تغيير تعريب الأشياء، يمكن وايد ناس قالوا لك شو يخصك في هالشيء وخلك منه. صح. شو يعني واللي ما يصدقون لك خبرتك أنت في هالشيء. المشكلة هي نوعين صارت لي في البداية وفي النص، يعني في نص العمل على المشاريع. في نص العمل كانت المشاكل إن ناس من الكوميونتي ما يصدقون، لان انا اللي دخل في هاي الموضوع، او الشركات تسمع صوتنا ان ما في قوه حق مواقع التواصل الاجتماعي، ان السبب للتعريب هو
مو لأن الشركات تسمع صوت اللاعبين العرب وتشوف شنو قاعدين يكتبون على تويتر على الفيسبوك على إنستغرام وكل الشبكات الثانية، لا، بسبب القوة الاستهلاكية حق الوطن العربي. بس نرد عليهم نقول ليش ما صار هاي الشيء من البداية؟ لأن القوة الاستهلاكية ما تغيرت من قبل 3 سنوات إلى حد الحين. صح. نفس اللاعبين اللي كانوا يشترون قبل 3 سنوات يشترون الحين. اللي تغير لأنه صار عندنا منبر اللي هو تويتر، فيسبوك، يوتيوب، قدرنا نوصل فيه. بس لكن في بدايتي كانت المشكلة الرئيسية كانت مع الأهل. دعموني يعني من البداية. بس تخيل واحد متخرج بكالوريوس بانكينج اند فاينانس، يعني المفروض اشتغل في بانك. كان كذا انجينير عادي. أول يوم ما بشتغل، أقول للوالد خلاص ما بشتغل، بقعد في البيت بلعب ألعاب وهي بيكون خلينا نقول حياتي، يعني هاي شغلي. يسوي لي شنو أقول لأصدقائي، شنو أقول لهم إنه والدي قاعد يشتغل يلعب؟ ما يصير، احنا عندنا اللعب غير عن الشغل. صح. بس اللي صار معي انه جمعتهم. تخيل يعني اشتغلنا على لعبه كول اوف ديوتي، على كول اوف ديوتي اكمل اللعبه اكتب ريبورت عن اللعبه كاني قاعد في الجامعه مره ثانيه. ان هاي الشغل الناس ما يعرفون شنو الخفايا اللي تصير علشان توصل لها. بس انا كنت محظوظ صراحه لان كنت من الأوائل اللي دخلوا في هاي المجال وحصلوا دعم من كل الوطن العربي، من الخليج عندي ناس في مصر، في كل مكان أروح أشوف ناس يدعموني، يعني هم اللي شجعوني. غير هاي الأهل، يعني صراحة لو ما وقفوا وياي في البداية ما كنت بقدر أوقف على رجولي ووصل لهاي الشيء وكنت أتكلم معك. لا، هو شيء جميل صراحة أن نشوف واحد يبادر بشيء غير وشيء جديد، وأكيد ناس مثلك بيطلعون الحين بتشجع ناس غيره إن شاء الله. فاستمتعنا حبيبي، انا استمتع معك، مشكورين عليه، ولازم نشوفك ان شاء الله السنه الجايه. ان شاء الله اكيد تفوز بجوائز السنه الجايه. يا رب. شرفنا.